ولنقاش ملف الانتهاكات المتصاعدة في فلسطين ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفي الفلسطيني أحمد الصفدي. أهلا بك سيدي. أحمد هل تسمعني؟ كان تقرير منظمة Human Rights Watch الحقوقية اتهم الاحتلال الصهيوني بممارسة الاضطهاد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، ما مدى أهمية مثل هذا التقرير؟ هذا التقرير مهم جدا، ونحن نؤكد على أن الاحتلال في كل سلوك يرتكب جرائم ضد الإنسانية تمييزا عنصريا في كل المجالات، منها بهدم المنازل ومنها بإتاحة المكان للمستوطنين في باب العمود والمسجد الأقصى المبارك، وممارسة القمع الناعم للمستوطنين والقمع الخشن ولا كفلسطينيين، وتمييز عنصري في الضرائب، وتمييز عنصري ايضا في دفع وهدم المنازل، وايضا تمييز عنصري في كل المؤسسات، فهو ينقض على المؤسسات مثل الائتلافات والمؤسسات الاردفيه، ولكن يطيح على المؤسسات الصهيونيه مشرعه لممارسه نشاطات صهيونيه. هذا الصراع دائم في المدينه، صراع على كل نقطه وعلى كل مجال. هذا هو الوضع. كيف يمكن الاستفادة من هذا التقرير وغيره من التقارير للحد من الانتهاكات التي ترتكب ضد الفلسطينيين؟ أولاً يجب أن يمارس نشاطاً دولياً بجر إسرائيل للمحاسبة ومن خلال تفعيل القانون الدولي، ولكن إسرائيل بالذات هي تدير تدير يعني إلى الحائط كل سلوكها، يعني لا تهتم بالقوانين الدولية ولا حتى بالتقارير. لكن نحن كفلسطينيين يجب ان نستند على تقارير دوليه، نستند على معلومات بحثيه مرجعيه حتى يكون نظامنا يعني نظاما موجها ونظاما علميا وليس نظاما مبنيا على ردات الفعل كما هو الحال دائما. يعني هذا التقرير مهم جدا لانه يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال. الاحتلال مثلا في باب العمود يعني كان يروج بانه يريد ان يتيح المكان ويسهل على المصلين، فبعد دقائق قام بقمع المصلين وقام بالحمد لله. فبالتالي وجه الاحتلال ينكشف امام القمع، امام توتير الاوضاع، امام اتاحه التوتير وتوليد العنف من قبل المستوطنين، ولا يمارس اي قمع نتيجه سلوك المستوطنين. حينما مثلا يتعرض اي مواطن مغربي لعمليه دفع او عمليه القتل في دم بارد، فلا يمارس اي محاسبه للمستوطنين، فبالتالي يعطي الضوء الاخضر لتهور المستوطنين لاستهداف المقدسيين واستهداف الفلسطينيين، وبالتالي وكان الفلسطيني دمه مباح، وبالتالي يجب ان يكون هناك محاسبه دوليه لرموز اليمينيه المتطرفه للحكومه التي تعطي الضوء الاخضر لقطاع المستوطنين للتغول على المدينه. في هذا السياق احمد، وفي ظل استمرار الادانات، استمرت كذلك واستمر جيش الاحتلال في اقتحامه لساحة باب العمود والاعتداء على الفلسطينيين واعتقال عدد منهم. كيف تفسر هذه الإجراءات التعسفية رغم كل الإدانات الحقوقية والدولية؟ إن من ردع المستوطنين وقوات الاحتلال فقط حركة الشباب المقدسي والمقاومة السلمية، فنحن كمقدسيين نرسل رسالة مسالمة، رسالة بأننا نريد أن نمارس الشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك، نريد أن نعيش أجواء شهر رمضان لأن المكان عربي فلسطيني أصيل، ولكن رسالة الاحتلال هي توليد العنف وتوتير الأجواء وتوليد العنف وترحيله للمدينة. فرسالة الاحتلال هي الرسالة البشعة، هي الرسالة التي تستخدم كل أنواع الأسلحة. قوات الاحتلال تستخدم القوة ومجهودا من القوة لإخضاع المدينة بالقوة في عملية خنق للمدينة، أسر للمدينة. المعركة ضد الاحتلال هي أن نعيش في المدينة. فلو تركوا المدينه لنا كمقدسيين متاحه كما هو وضع الطبيعي لما حدث كل ذلك. اذا نحن نحمل المستوطنين موضوع توتير الاجواء ونحمل الاحتلال توفير الغطاء لهؤلاء المستوطنين. شكرا جزيلا لك صحفي الفلسطيني احمد الصفدي، حدثنا عبر الهاتف من القدس المحتله.